لتوفير فرص عمل للشباب تعد أبرز أولويات وقايات الحكومة التشادية التي تعمل جاهدة لمحاربة الفقر والتقليل من مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب اليوم. ويأتي هذا المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة للنقاش حول الاستراتيجيات والقواعد الجديدة حول مبادرة 50,000 فرصة عمل لائقة للشباب في تشاد. في مداخلته عثمان عباس منسق إدارة مشروع مبادرة 50,000 وظيفة سلط الضوء حول المشروع الذي أطلق عام 2022 من قبل رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبيتنو، وقال إن الاستراتيجيات والخطط الجديدة تتمثل في دعم مشاريع الشباب على أساس معايير الجودة الفنية والاقتصادية والعائدات المالية وإمكانات إدارة الترويج والابتكار كخطوة أولية. وتقتضي الخطوة الثانية تدريب الشباب في المجالات التي تم اختيار مشاريعهم فيها، ومن ثم يتم توجيه الشباب الذين أكملوا تدريبهم بنجاح داخل الهياكل التطوعية نحو البنوك لتوقيع الاتفاقيات مع وزارة المالية المسؤولة عن التمويل. هذا وبعد المداخلات المستفيضة التي قدمها القائمون على المؤتمر، وجه الصحفيون أسئلة جمة تتعلق بالشروط الجديدة لدعم مشاريع الشباب الذين تم اختيارهم في مبادرة 50,000 فرصة عمل للشباب، ليرد بعدها المؤتمرون بوضوح حول الاستفسارات والأسئلة المطروحة.